نموذج بوكلت 16 صفحة 301 في كتاب الامتحان 2019. أول سؤال بيقول علل تقاعر قطبين مناطيس الدائم في جالفانومتر زمان في المتحرك. تقاعر القطبين اللي هو بيبقى بالشكل ده كده، فاللي بيحصل لما القطبين يكونوا بالشكل ده إن خطوط الطيف أو خطوط الفيض بتكون على هيئة أنصاف أكتر بالشكل ده، فالملف لو أنت حطيته في أي وضع بيكون موازي لخط فيض، فبيكون قيمة عظمى دايما. السؤال التاني، علل لا يصلح الجالفانومتر في قياس شدة التيارات الكهربية العالية. احنا قلنا لا يصلح في العالية ولا يصلح في التيارات المترددة. طيب العالية بتعمل ايه؟ العالية بيبقى فيها عيبين او مشكلتين ممكن يحصلوا. المشكلة الاولانية، لو انت مررت تيار عالي بيولد كمية حرارة كبيرة نتيجة مقاومة الملف، فقد تؤدي الى انصهار الملف. الحاجة التانية، التيار العالي ده يعني الاي كبيرة، فالتاو اللي هو عزم الازدواج اللي بيتولد في الملف بيكون كبير، فبالتالي لو عزم الازدواج كبير يعني الملف يدور بسرعة فقد يتلف الملف. ده كده أول سؤالين على الجلفانومتر وأسئلة الجلفانومتر، قلنا لازم يجي عليها سؤال في الامتحان. المصطلح العلمي لمقدار القوة المغناطيسية اللي بتأثر على سلك طوله واحد بيمر بيه تيار واحد أمبير موضوع عمودي على مجال مغناطيسي، ده هو كثافة الفيض المغناطيسي اللي جاية من التعريف أو من القانون بتاع الإف بتساوي بي أي إل. كثافة الفيض هي عبارة عن القوة لو التيار بواحد وشدة وطول السلك بواحد. التعريف التاني برضو كثافة الفيض، بس من التعريف العادي بقى إن كثافة الفيض هي الفيض المغناطيسي اللي بيأثر على عمودي على وحدة المساحات، فده هو كثافة الفيض برضو نفس التعريف. نيجي بعد كده العلاقات البيانية، جايب علاقة ما بين اف تربيع وواحد على السي، واحنا اتفقنا قبل كده سؤال زي ده لازم يقول لك إن ده في دايرة رنين عشان تعرف العلاقة ما بين التردد وسعة المكثف. المفروض الاف عامة بتساوي واحد على اتنين باي جذر ال سي. هو جايب لك واحد على السي فانت عايز تشيل الجذر، وجايب لك التربيع فانت بتربع المعادلة دي فتبقى اف تربيع بتساوي واحد على اربعة باي تربيع ال سي. هو راسم الواحد على ال سي فيبقى الميل هو الباقي، يبقى الميل عبارة عن واحد على اربعة باي تربيع ال، واللي هو طالبه في السؤال العلاقة الرياضية دي، العلاقة الرياضية ما يساوي الميل هو ده. طيب اكس ال واوميجا، اكس ال القانون بتاعها اكس ال بيساوي اوميجا ال، هو راسم الواي اكس ال والافقي اوميجا، فبالتالي الميل هيكون هو معامل الحس الذاتي ال. السؤال الرابع، ميل الخط المستقيم اللي بيمثل العلاقة بين طاقة الفوتون وتردده، يعني بتقسم الطاقة على التردد فإيه على نيو تدي لك على طول اتش، لأن انت عارف ان الاي بتساوي اتش نيو، فالميل هيكون هو النسبة ما بين الـ A والنيو فهي ثابت بلانك. ماذا يحدث في حالة زيادة شدة التيار المار في ملف الجلفانومتر للضعف بالنسبة لزاوية الانحراف؟ المفروض احنا عارفين ان الحساسية بتساوي النسبة بين زاوية الانحراف وشدة التيار. لو عملت طرفين في وسطين فهتلاقي الـ I مضروبة في الحساسية بتساوي سيتا، فالعلاقة ما بينهم علاقة طردية، فزيادة شدة التيار للضعف تؤدي إلى زيادة زاوية الانحراف للضعف، يبقى زيادة زاوية الانحراف للضعف، ولازم تقول للضعف طالما هو محدد وقايل لك للضعف. ما معنى قولنا أن المفاعلة السعوية لمكثف 500 أوم؟ المفاعلة السعوية هي المقاومة اللي بيلاقيها التيار، أو تقولها الممانعة اللي بيلاقيها التيار في دايرة تيار متردد نتيجة وجود مكثف، أو في دايرة بتحتوي على مكثف بسبب السعة بتاعة المكثف. السؤال السابع، بيقارن بين التصوير العادي والتصوير المجسم من حيث حاجتين. الحاجة الأولانية، إيه هي المعلومات اللي بيسجلها وإيه نوع الصورة المتكونة؟ هو من اسمها ده تصوير عادي وده مجسم، فنوع الصورة دي بتبقى صورة مستوية ودي صورة مجسمة. مستوية يعني ثنائية الأبعاد زي الصورة اللي بتطبع في إيدك وأنت بتبقى شايفها، أما الصورة المجسمة دي بتبقى ثلاثية الأبعاد. طيب دي بتسجل إيه ودي بتسجل إيه؟ الحاجة اللي بتخلي دي مستوية إيه والحاجة اللي بتخلي دي مجسمة إيه؟ اللي بتخلي دي مستوية إن هي وضح الاختلاف في الشدة الضوئية بس، يعني بتوري لك شوية ألوان على الصورة، ده أحمر وأخضر وأحمر فاتح وهكذا، فبتشوف صورة مستوية عادية. أما ده بيبقى فيه اختلاف في الشدة الضوئية فبتبين لك الألوان، وفرق في التطور فبتبين لك المسافات وأبعاد الصورة. السؤال التامن بعد كده بيقول ملف دينامو عدد لفاته N 100 ومساحة وجهه 20 بس تضربها في 10^4 عشان تبقى بالمتر مربع، ويبقى الـ N هنا 100 لفة، يدور بانتظام في مجال مغناطيسي، كثافة فيضه يبقى البي بتساوي 1 تسلا، فإذا كانت القوة الدفع الكهربية الفعالة المتولدة هي يبقى الـ EMF effective بتساوي 20 جذر 2 فولت. احسب السرعة الزاوية، يعني عايز أوميجا،
و اي ام اف خلال ربع دورة. طيب نيجي للسرعة الزاوية، نجيبها منين؟ اللي عندك في القانون الـ EMF الفعالة. فبكل بساطة كده، لو انت عارف قانون الـ EMF الـ Effective بتساوي قدامك حاجة من الاتنين. هقولك الحاجة الغريبة اللي انت مشوفتهاش قبل كده عشان هي سهلة شوية، اللي هي عبارة عن القانون بتاعك المفروض N B A أوميجا ساين سيتا. فانت عندك الـ EMF Effective بدل ما تيجي تجيب منها الـ EMF Maximum وبعدين تعوض، فهي هيها لو عوضت بقيمتها عادي جدا 20 جذر 2، بس هتعوض بقى هنا عن الساين ان هي بتساوي 45 عشان تبقى دي القيمة الفعالة. طيب ال N قالك 100، كثافة الفيض 1، وال A 20 × 10^4 أوميجا اللي انت عاوزها. فتقدر تحسب أوميجا بتساوي 20 جذر 2 على 100 × 1 × 20 × 10^4 ساين 45. هتطلع لك قيمة الأوميجا، هتطلع عندك 200، وأوميجا وحدة القياس بتاعتها راديان لكل ثانية. بعد كده عايز الـ EMF المتوسطة خلال ربع دورة من الوضع العمودي أو من وضع الصفر. طيب الـ EMF بتاعت ربع دورة القانون بتاعها كان NBA4F. الـ N والـ B والـ A موجودين، طيب فين الـ F؟ مش موجودة. طب تقدر تجيبها؟ اه نقدر نجيبها. طب بتيجي منين؟ انت عارف ان الأوميجا بتساوي 2 باي F، فتقدر تجيب ال F انك تقول ان هي اوميجا اللي انت جايبها ب200 على 2 باي. بعدين تعوض عادي ال N ب100 لفة، وال B ب1، وال A ب20 × 10^4 في 4 في F اللي هي 200 على 2 باي، وتقدر تحسب ال EMF ماكسيموم او ال EMF المتوسطة خلال ربع دورة ونشوف هتطلع معانا بكام. هيطلع معاك الناتج 25.46 من 100 فولت. ده كده المسألة رقم 8. السؤال رقم 9 جايب ملف لولبي وسلك مستقيم. جايب التيار بتاع الملف والسلك والمسافة ما بين السلك ومحور الملف، وبيقول عدد اللفات 35 وطول الملف 88. بعد كده عايز محصلة كثافة الفيض عند منتصف محور الملف، يعني نقطة عند هنا كده. طيب النقطة دي في جاي لها مجال من حاجتين، من الملف ده ومن السلك المستقيم. طب مجال السلك، مجال الملف بيبقى خطوط مستقيمة موازية للمحور، يعني ده اتجاهها سواء بقى يمين أو شمال مش هتفرق معانا. طيب اتجاه مجال السلك انت بتمسكه بإيدك اليمين، فصبعك ده بيبقى مع التيار، فانت هتمشي الاتجاه ده كده، فاتجاه المجال هيكون للداخل. يعني ايه للداخل؟ يعني اكس. يبقى في عندك مجال للداخل لداخل الصفحة كده، وفي مجال ماشي يمين، يبقى الزاوية ما بينهم كام؟ زاوية 90، يعني المجالين متعامدين، فمحصلتهم هتكون الجذر التربيعي لمجموع المربعين. طيب فاللي انت هتعمله انك هتجيب كثافة فيض السلك وكثافة فيض الملف، وتاخد الجذر التربيعي لمجموع المربعين ميو اي على 2 باي دي. الميو المفروض بيبقى جايبها لك في السؤال 4 باي في 10^7 تيار السلك 50 أمبير على 2 باي، والمسافة جايبها لك 10 سنتيمتر، يعني 1 من 10 متر. اللي هي جت منين؟ جت من 10 في 10^2. الاتنين باي مع الأربعة باي يبقى لك 2 في 50 بـ100 على 1 من 10، يبقى 1000، يعني 10^4 تسلا. اما بالنسبة للملف فهي ميو ان اي على 2 ار، او هنا ده ملف لولبي يبقى ال الميو 4 باي في 10^7 في ان اللي هي عبارة عن كام لفة؟ 35 لفة، في شدة تيار الملف 10 امبير على طول الملف اللي هو 88، وتحسبها ونشوف هتطلع بكام. هتطلع كثافة الفيض 5 × 10^4 تسلا. يبقى البي المحصلة بتاعتهم بتساوي الجذر التربيعي للبي سلك تربيع زائد البي ملف تربيع، بتساوي الجذر التربيعي 10^4 تربيع زائد 5 × 10^4 الكل تربيع، وتكتبها بنفس الطريقة اللي كاتبها كده والأقواس وكل حاجة، تطلع لك المحصلة بتساوي، هتطلع لك رقم قريب من الخمسة، فما تقربوش قوي عشان ميبقاش زي الخمسة في 10^4، فانت هتخلي
ال9 من 100 اللي عندك دي هتخليها 1 من 10 عشان بس يبقى في اختلاف نتيجة وجود مجالين، فانت واخد محصلتهم يبقى 5 1 من 10 في 10^4 تسلا. السؤال العاشر، ايه المقصود بالدائرة المهتزة؟ الدائرة المهتزة هي الدائرة اللي كان فيها ملف مكثف والطاقة بتتنقل من الملف على هيئة مجال مغناطيسي إلى المكثف على هيئة مجال كهربي. ايه المقصود بحالة الرنين؟ قلنا حالة الرنين دايما اي سؤال بيجيلك عليها بتقول الشرط الاساسي بتاعها ان هي الحالة بتتساوي فيها المفاعلة الحسية اكس ال مع المفاعلة السعوية اكس سي. الاساس العلمي للفولتميتر هو عزم الازدواج، وقال لك اذكر فانت بتقوله بس من غير ما تشرح ايه اللي بيحصل، فتقول له عزم الازدواج المؤثر على ملف، الملف ده قابل للحركة وبيمر في تيار وموضوع في مجال مغناطيسي، مينفعش تقلل عن كده، ده هو العنوان باختصار. سؤال 12، اكتب المصطلح العلمي مقاومة موصل طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع عند درجة حرارة معينة. مقاومة موصل وداك ال L وال A بواحد، فانت المقصود عندك القانون بتاع رو A L على A. مين اللي بيساوي مقاومة الموصل؟ لو ال L وال A بواحد هي المقاومة النوعية بتساوي المقاومة، فتبقى المقاومة النوعية للموصل. شرط حدوث الطيف، طيف الامتصاص لغاز، الغاز بيمتص الطيف امتى او بينتج عنه طيف امتصاص امتى؟ لما يكون في عندك طيف مستمر او اللي هو عبارة عن الضوء المرئي الابيض بيمر خلال بخار الغاز ده، فبالتالي الغاز بيمتص الطيف اللي بيميزه ويحدث الطيف الامتصاص للغاز. السؤال 14، بما تفسر استمرار دوران ملف المحرك في نفس الاتجاه؟ ده اللي هو دور الأسطوانة المعدنية المشقوقة إلى نصفين معزولين، والدور بتاعها بيختلف من الدينامو إلى المحرك. في الدينامو بتعمل إيه؟ بتعكس اتجاه التيار اللي بيمر في الملف خلال كل نص دورة، فبالتالي بتستمر الحركة خلال الدورة الكاملة. هناك في الدينامو كانت العكس، كانت بتخلي كل نص دورة اتجاه الحركة زي ما هو، فبيخرج التيار في نفس الاتجاه. رقم 15، إذا كان نص قطر المسار في المستوى الأول يعني ال N بيساوي 1 وده نص القطر اللي هو ال R والأنجستروم يعني في 10^10، فإن سرعة الإلكترون في هذا المستوى تجيبها منين؟ أنت عندك ال H وال ME، ال N وال R تقدر تجيب منهم مين على طول؟ نص القطر، تجيب منهم الطول الموجي من العلاقة إن لامدا بتساوي 2 باي R، فال N عندك بواحد يبقى اللامدا بتساوي 2 باي R، تمام كده؟ طيب اللامدا بتساوي ايه عندك في قانون معادلة دي براولي؟ اللامدا برضه بتساوي اتش على ام في. انت عاوز الفي طلعها مكان اللامدا ونزل اللامدا مكانها، يبقى الفي عندك في الاخر خالص كده هتساوي اتش على ام لامدا، ولامدا اللي هي 2 باي R. الار هو مديلك في القانون والاتش والام مديهم لك في المعطيات، هتقدر تعوض عنهم وتحسب الناتج. الاتش 6625 في 10^34 على الكتلة 9 1 في 10^31 في 2، والباي ما جابهالكش سيبها باي، في ار نص القطر اللي هو 53 من 100 في 10^10. نشوف الناتج هيطلع لنا بكام من الاختيارات اللي عندك في المسألة. السؤال بعد كده 16، ما التعديل اللازم لتحويل الجلفانومتر الحساس إلى أوميتر؟ الجلفانومتر الحساس عايز تحوله الى اوميتر، بتعمل معاه بتوصل مع مقاومة عيارية ثابتة ار سي ومقاومة متغيرة وبطارية قطع دفع كهربية لازم تقول ان هي ثابتة في بي وليها مقاومة داخلية او ملهاش ار، وبالتالي قال لك بعدها عاوز العلاقة الرياضية اللي بتستخدمها عشان تحسب قيمة مقاومة مجهولة ار اكس، فالعلاقة هي قانون ام للدوائر المغلقة، وهو ده الفكرة العلمية او الاساس العلمي للاوميتر عشان لو سألك فيه، فالاي بتساوي قوة دفع كهربية على مجموع كل المقاومات اللي انت قلتها في السؤال. السؤال التاني، لديك جالفانومتر انت بيقيس او مقاومته ار جي وبيقيس تيار اي جي، عاوز تعدل عليه عشان تخليه يقيس تيار اي اكبر من الاي جي، تعمل ايه وايه العلاقة المستخدمة؟ عشان تحول الجالفانومتر الاميتر بتوصل معاه على التوازي مقاومة صغيرة اسمها مجزء تيار ار اس. الاربع حاجات دول لازم تركز عليهم. ايه القانون بتاعك؟ الار اس، الار اس بيساوي الاي جي على الاي جي، ار جي على الاي ناقص الاي جي. سؤال 17، في الشكل الموضح جايب سلك بيتحرك على قطبين مغناطيسيين وفي في الطرف الاخير ده مقاومة 3 اوم، المسافة بين القطبين دول 50 سنتيمتر، معناها ان طول السلك ده بيساوي 50 سنتيمتر اللي هو نص متر، ودي مقاومة 3 اوم، وقال لك عمودي على السلكين حيث يغلق الدائرة، فإذا كانت المساحة المحصورة بين السلكين عمودية على الفيض
كثافته يعني البي كثافة الفيض موجودة، والسرعة اللي بيتحرك بيها بتساوي 200 سنتيمتر يعني 2 متر على الثانية، بتضرب في 10^2 فبتشيل الصفرين دول عشان تبقى بالسرعة بالمتر على الثانية. عاوز شدة التيار الكهربي المار بالدايرة وقيمة القوة اللازمة لتحريك القضيب المعدني بهذه السرعة. بعد ما تكتب كل معطياتك وتشوف المطلوب منك، المطلوب شدة التيار، وهتلاقي عندك البي والال والفي، فالمفروض البي والال والفي دول انت عارف ان هما الاي ام اف. طيب وعندك الار وانت عاوز الاي، فانت عارف برضو ان الاي ام اف هي عبارة عن الاي ار لانها فرق جهد، وبتساوي هنا عشان هي مستحثة فتبقى بي ال في. طبعا هو قالك عمودي، فالعمودي مفيش فيها صاين، فبالتالي عندك كل القيم دي ما عدا قيمة التيار، فتقدر تجيب الاي بتساوي، اكتب القانون الاول، الاي بتساوي بي ال في على الار، بعد كده عوض عن البي ب 15% في ال نص في الفي 2 على الار بتساوي 3. تشوف الناتج هيطلع بكام، هتلاقي شدة التيار بتساوي 5 من 100 امبير. بعد كده عايز القوة المغناطيسية، والقوة المغناطيسية بتساوي بي اي ال اللي بتأثر على السلك نتيجة مرور التيار ده. قالك وقيمة القوة اللازمة لتحريك القضيب المعدني بهذه السرعة، فانت عايز البي اي ال. البي عندك نفس الرقم 15% في التيار انت حسبته 5% في ال ال طول السلك اللي هو نص، وتشوف الناتج هيطلع لك 3.75% في 10^3، والقوة بتكون بالنيوتن. وياريت مش ياريت، لازم ما تنساش وحدات القياس. سؤال 18، صمم طالب دائرة لالتقاط بس إذاعة تبث إرسالها على موجة ترددها 95.8 ميجا هرتز يعني بتضرب في 10^6، فإذا كانت المفاعلة الحاسية يعني الـ XL بتساوي المقدار ده، فما ساعة المكثف يعني انت عاوز السي، عاوز السي، فنشوف هنحسبها ازاي. اللازم استخدامه في تركيب دائرة الرنين ومديك قيمة الباي. معنى دائرة رنين ان الاكس ال هي الاكس سي. طب الاكس سي انت عايز الساعة، فالمفروض الاكس سي 1/2 باي اف سي. انت عاوز الساعة، فالمفروض يكون عندك اكس سي واف. هو جاب لك الاف بس الاكس سي مش موجودة، ولكن قال لك دائرة رنين، فمعنى كده ان هي هيها نفس قيمة الاكس ال. فبالتالي من القانون ده طلع السي فوق ونزل الاكس ال تحت، فيبقى عندك السي بتساوي 1/2 باي اف ال او سي تساوي، او اكس ال معذرة، احنا نزلنا الاكس ال تحت، يبقى 1/2 باي 3.14 اف 95 في 10^6 95.8 في 10^6 في الاكس ال اللي هي 59.66 من 100. نحسب المقدار ده ونشوف هيطلع لنا بكام. هتلاقي السي بتساوي 2.8 في 10^11، والسي ساعة المكثف بتكون بالفراد. السؤال 19، اذكر استخدام واحد لقاعدة امبير اليد اليمنى وفيلمنج اليد اليسرى. قلنا القواعد لازم نركز عليها لان لازم يجي عليها سؤال نظري غير الاسئلة اللي بتيجي طبعا في المسائل زي اللي استخدمناها في السؤال بتاع الملف والسلك اللي فات. امبير اليد اليمنى افتكرها من شكلها ومن التطبيق بتاعها، انك كنت بتمسك السلك بايدك اليمين، صبعك مع اتجاه التيار وصبعك الباقي بتلف مع المجال، فبيكون ده تحديد اتجاه الفيض المغناطيسي او المجال المغناطيسي او كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ عن مرور التيار الكهربي في سلك مستقيم. برضو بتنفع في ملف دائري، او بتنفع في ملف دائري، وبتنفع في ملف حلزوني، ولكن الاساس انك في سلك مستقيم. طيب قاعدة فيلمنج اليد اليسرى، فيلمنج اليد اليسرى انت عندك 3 حاجات، في الحاجة اللي فيها 3 حاجات هي القوة المغناطيسية اللي بتأثر على سلك. وياريت محدش يقول تحديد اتجاه القوة المغناطيسية، لا، وياريت الأكتر ما تقولش تحديد القوة المغناطيسية، مفيش حاجة اسمها تحديد القوة المغناطيسية، انت لازم تقول تحديد اتجاه. رقم 2، لازم تحدد قوة المغناطيسية بتاعت ايه بتأثر على سلك مستقيم بيمر بيه تيار كهربي، وموضوع عمودي على مجال مغناطيسي، ولازم تقول العمودي على مجال مغناطيسي. ايه اللي بيحصل لشعاع ضوئي ذو شدة كبيرة، او ايه اللي يحصل عند سقوط شعاع ضوئي ذو شدة كبيرة على سطح فلز بتردد اقل من التردد الحرج؟ ولا يحصل اي حاجة، لان التردد اقل من التردد الحرج، فلا يحدث انبعاث للالكترونات. طيب ايه اللي يحصل في حالة سقوط فوتون من اشعة جاما على الكترون حر؟
الكترون حر يعني سرعته بصفر مش بيتحرك، انت اسقطت عليه شعاع من اشعه الجاما يعني اديت له طاقه، فاللي بيحصل ان الشعاع ده بيفقد جزء من طاقته نتيجه ان الالكترون خد طاقه، فتقول له ان الشعاع ده طاقته بتقل او تردده بيقل ويتشتت يعني مساره بيطير، والالكترون ده بيكتسب الطاقه اللي التاني فقدها وبيتشتت هو كمان عشان بيتحرك بدل ما كان ساكن. سؤال 21، علل مضاعفة نصف قطر سلك من النحاس يؤدي إلى نقصان مقاوماته الكهربية إلى الربع. يعني سؤال مش عايز أي ذكاء ولا معرفة ولا فهم ولا عايز أي حاجة، يقول لك حاجة أنت ضعفتها بتقلل الحاجة للربع، معناها إيه؟ معناها إن الحاجة دي بتتناسب عكسي مع مربع الحاجة دي، فبالتالي المقاومة تتناسب عكسي مع مربع نصف القطر، عشان أنت لو زودت نصف القطر للضعف فتربعه يبقى تقلل المقاومة للربع. علل توصل الأجهزة الكهربائية المنزلية على التوازي. السؤال ده قلناه كتير، الفكرة بتاعتها باختصار إنك عشان يبقى كل جهاز متوصل بجهد المصدر، فده بيسبب حاجتين، إن لو في جهاز تاني حصل له تلف فمش مش هتتأثر بيه، زائد إن المقاومة الكلية بتكون صغيرة فيكون التيار الكلي كبير فممكن تشغيل أجهزة كتير. سؤال 22، اختر الإجابة الصحيحة. الفوتون الناتج بالانبعاث التلقائي يتفق مع الفوتون المسبب للإثارة في التردد فقط. ليه التردد فقط؟ لأن بيبقى ليه نفس الطاقة اللي هي عبارة عن فرق الطاقة بين المستويين اللي هو انبعث منه واللي طلع منه. يعني هو كان في المستوى الأولاني انت اديت له طاقة عشان يطلع للمستوى التاني، فلما يجي ينبعث الفوتون ده تلقائيا بيفقد برضو نفس القدر من الطاقة، فرق ما بين طاقة المستويين. مقارنة بين الوصلة الثنائية والمقاومة الكهربية من حيث حاملات الشحنة. لما بيمشي تيار في الوصلة الثنائية والمقاومة الكهربية بيبقى نتيجة ايه؟ حاملات الشحنة اللي بتنقل هنا، في الكترونات حرة وفي فجوات زي ما احنا خدناها في الوصلة الثنائية، اما المقاومة الكهربية كان فيها الكترونات حرة فقط. بعد كده سؤال المحول ليه بيقول مش بيستهلك طاقة في حالة فتح دايرة الملف الثانوي، لان قلنا لما بتفتح دايرة الملف الثانوي، وقسم اجابتك كده زي ما انا مقسمها، دي الجملة الاولانية انك فتحت دايرة الملف الثانوي، طب ايه اللي بيحصل؟ الملف الابتدائي بيتولد فيه ام اف مستحثة عكسية يعني عكس المصدر، وبتساوي قيمته تقريبا، فالقيمة متساوية والاتجاه عكس بعضه، فبالتالي ينعدم يعني استهلاك الطاقة. السؤال 25، جايب ملفين والملفين فيهم بطارية وبيقول لك عايز ايه اللي يحدث عند لحظة غلق المفتاح. لحظة غلق المفتاح بالنسبة للإضاءة، طيب أول حاجة أنت عايز تعرف ايه؟ أنت في عندك هنا بطارية بتمرر تيار، التيار اتجاهه كده في المصباح، داخل المصباح كده بالشكل ده، كل اللي انت عايز تعرفه اتجاه التيار المستحث هيبقى زيه ولا عكسه. طيب بتعرف منين؟ لحظة الغلق يعني معناها زيادة يعني تقريبا، انت بتقرب كده القطب اللي بيتولد هنا. طب القطب ده بتجيبه منين؟ من اتجاه المجال ده، ده اتجاه تيار ماشي في اتجاه اللفات كده، يبقى بتمسك اللفات بصوابعك دي، يبقى اتجاه المجال شمالي في الاتجاه ده وجنوبي في الاتجاه ده. هنا انت بتقرب قطب جنوبي فانت بتبقى عاوز تبعده، عشان تبعده تجيب قطب زيه، فيبقى ده قطب شمالي، فلما تيجي تمسكه كده فالمفروض صبعك الكبير يبقى عند القطب الشمالي، فانت بتلف كده يبقى اتجاه اللفات لأسفل. طب اتجاه اللفات لأسفل يبقى انت هتيجي بالشكل ده كده، نعملها بقلم تاني عشان تبقى أوضح. اتجاه اللفات هيكون لأسفل، فهتلاقيك داخل في القطب ده، هتلاقي التيار عكس التيار، فاللي هيحدث ايه؟ تقل إضاءة المصباح لحظيا. طيب ده بسبب ايه؟ بسبب تولد EMF مستحثة عكسية، فيقل التيار وبالتالي الإضاءة. ويستحسن يعني عشان تبقى إجابتك كاملة تحكي له من البداية خالص، هتقول له عند غلق المفتاح يمر التيار في الملف في اتجاه الموضح فيولد قطب جنوبي ناحية الملف الآخر، فلحظة الغلق يزداد المجال في الملف التاني فيولد بالحث الذاتي في بالحث المتبادل في الملف الأولاني قوة دفع كهربية مستحثة بتكون في عكس اتجاه القوة اللي في البطارية، فبالتالي يقل التيار ويقل الإضاءة لحظيا. ولازم تقول لحظيا انها تبقى لحظة الغلق بس، لأن بعد كده بيرجع ثابت تاني فمبيبقاش فيه قوة دفع كهربية. بعد كده جايب دايرة فيها دايرة تيار متردد مقاومة وثلاث مكثفات وعايز قيمة المقاومة R. لو انتوا فاكرين في الامتحان اللي فات تقريبا او اللي قبله، قلنا انك قبل ما بتحل كده في مسألة زي دي كده لازم تخطط في دماغك هتمشي ازاي. انت عايز قيمة المقاومة R
هو ما جابلكش فرق الجهد، لان احنا قبل كده كنا اللي بنعمله انك عايز الار، فيبقى انت عايز الزد وعايز الفي والاي، ثلاث حاجات بتوع قانون اوم، ولكن هنا ما جابلكش فرق الجهد، فبالتالي هتشوف لك حاجة تانية تجيب منها الار. طيب هتجيب منين؟ قالك زاوية التور، فعلى طول انت تعرف ان زاوية التور في دايرة فيها ار واكس سي بس، ان التان سيتا بتساوي سالب اكس سي على ار. انت عايز الار، فالمفروض يكون عندك الاكس سي وعندك التان سيتا، فانت عايز تجيب الاكس سي، يبقى ده كده الخطوة الاولانية. فكرت في الحاجة اللي انت عايز تجيبها من قانون مين، لقيت عندك زاوية التور وعندك مكثفات ليها ساعة، فتقدر تجيب الاكس سي. الخطوة التانية انت عايز تجيب الاكس سي، تجيبها منين؟ 1/2 باي اف سي. السي موجودة؟ لا، بس نقدر نجيبها من محصلة المكثفات. يبقى الخطوة التالتة اللي انت هتزودها انك عايز تجيب السي الكلية. طب الاف موجودة؟ برضو الاف مش موجودة، يبقى انت عايز تجيب الاف، برضو تجيبها منين؟ يبقى تحولت انك عايز تجيب تردد وعايز تجيب الساعة. نبدأ بالحاجة السهلة، وانك عايز تجيب ساعة المكثفات الكلية. 2 توازي محصلتهم بتبقى توالي 2 و4، يبقى دول 2 زائد 4، والتوالي مع التلاتة اللي هي محصلتهم بتبقى توازي، يبقى تاخد 2 زائد 4 اللي هما ب6 مع التلاتة توازي، يبقى 6 × 3 على 6 + 3 تدي لك 2، وده الوحدة بتاعتهم مايكرو فراد، يبقى الساعة الكلية بمايكرو فراد. يبقى انت كده جبت الجزء ده. ناقصك التردد، تجيبه منين؟ قال لك ان ده القيمة العظمى لقوة دفع كهربية بتساوي المقدار ده، والتيار ينمو من 0 إلى 1/10 اي ماكسيمم. طيب خلال زمن فترة معينة، يبقى ادالك قيمة لحظية لشدة التيار وادالك الزمن. طيب المفروض شدة التيار عامة اللي هي اللحظية اللي هو بيتكلم عنها دي، بتساوي قيمة شدة التيار العظمى في ساين، هنا جايب لك زمن، احنا كنا بنقول ساين سيتا، وبعدين بنقوم شايلين سيتا ونحطها اوميجا تي. طيب هنحطها اوميجا تي، هو مديك الزمن، فالاوميجا برضو ممكن تشيلها وتخليها 2 باي اف تي. فهنا انت عندك الاي اللحظية وبدلالة الاي ماكسيمم، فهتختصرها هيتبقى لك 2 باي تي موجودين، ناقصك الاف تقدر تحسبها. نبقى هنا نعوض عن 1/10 اي ماكسيمم تساوي دي اي ماكسيمم، سيبها زي ما هي عشان تختصرهم مع بعض. ساين 2 الباي في الساين قلنا لازم نكتبها 180، متنساش. في الزمن اللي هو عندك 1/10 ملي، يبقى 1/10 × 10^3 مضروبين في التردد. طيب انت عايز التردد تعمل ايه؟ انت بتحسب الزاوية دي كلها اللي جوه، اللي هي عبارة عن 2 × 180 × 1/10 × 10^3 اف، دي كده كلها الزاوية بتساوي ايه؟ بتساوي ساين ماينس 1/1. ركز معايا عشان ما تبقاش تايه وانت بتحل. تساوي ساين ماينس 1/1. طيب انت عاوز الاف، اقسم الساين ماينس 1/1 على المقدار ده وتشوف الاف هتطلع لنا بتساوي كام. بعد ما تكتبها بنفس الشكل اللي احنا متفقين عليه كده، ما تقسم على اللي جنب الاف، هيطلع لك 159.42. يبقى ده كده التردد 159.42 والتردد بالهرتز. كده انت جبت التردد والساعة، تقدر تجيب الاكس سي، وما تجيب الاكس سي تقدر تجيب التان. يبقى الخطوة اللي بعد كده الاكس سي بتساوي 1/2 باي اف اللي هي 159.42، والسي اللي هي 2 مايكرو فراد، يعني 2 × 10^6. نشوف الاكس سي هتطلع لنا بكام، تطلع لك 499 أو 98.9. ده كده الاكس سي. طيب انت عايز الار، طلعها فوق ونزل التان مكانها تحت، يبقى عندك الار بتساوي سالب اكس سي اللي هي 499/tan60. المفروض هنا الزاوية بتبقى سالب 60 على فكرة، عشان السالب دي تروح مع السالب دي. طيب ليه سالب 60؟ عشان ده ال R وده ال X C، فبتكون هي نفسها الزاوية سالبة، عشان في الربع الرابع فالزاوية بتكون سالبة، فالسالب بتطلع بره التان هتروح مع السالب اللي فوق، يعني هتبقى لك 499/tan60، هيطلع لك قيمة المقاومة 288 تقريبا اوم. ده كده بالنسبة للسؤال بتاع الفصل الرابع.
نيجي للسؤال بعد كده 27 على الفصل الثالث بتاع تغير الفيض، وبيقول شكل بيوضح التغير في كثافة الفيض اللي بيخترق حلقة معدنية مع الزمن. كانت مساحة الحلقة المعدنية اللي هي دي 45 سنتيمتر مربع، يعني بتضرب في 10^4 عشان ما تنساش. عاوز الـ AMF المستحثة المتولدة في الحلقة خلال الثانية الأولى. AMF المستحثة بتساوي سالب N دلتا فاي على دلتا تي. طيب هل هنا في فاي؟ لا، ده في بي، فتخليها A بره كده ودلتا بي على دلتا تي، يعني والسالب مش هنعوض عنها لأنه عايز مقدار، ولو انت عايز تسيبها سيبها. ال N بكام؟ هي أقل حلقة يبقى بواحد، في المساحة عندك 45 × 10^4، في التاير اللي هو يعتبر ميل الخط ده اللي هو 8/10 على 1، يعني في 8/10. شوف الناتج هيطلع لنا بكام، هتلاقي ال MF بتساوي 3.6 × 10^(-3 فولت). حدد اتجاه التيار المستحث المتولد خلال الثانيتين الآخرتين. اتجاه التيار المستحث، هنا كثافة الفيض أو دلتا بي على دلتا تي بتقل، كثافة الفيض بتقل يعني المجال الخارجي ده بيقل، يعني انت عايز تولد قوة دفع كهربائية مستحثة طردية، يعني الإكسات دي داخلة فانت عايزها تخليها خارجة، يعني في اتجاه، أو هنا انت بتخليها طردية يعني زي اتجاه المجال، هي داخلة فانت المفروض عايزها برضو داخلة، فهتلف مع اتجاه عقارب الساعة، يبقى تقول له كما بالشكل أو تقول له الاتجاه كما بالشكل أو تقول له مع عقارب الساعة. السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 28، المصطلح العلمي الدال على ذرة من عنصر ثلاثي التكافؤ أو خماسي التكافؤ تضاف إلى برورة شبه الموصل هي الذرة الشائبة، وخدناها قبل كده كانت في امتحان فات، كان بيقول ذرة عنصر ثلاثي بس، فلازم تحدد إن هو شائبة موجبة أو سالبة أو مستقبلة أو معطية. السؤال التاني نسبة تيار المجمع إلى تيار القاعدة، يعني الـ IC إلى الـ IB، فبتكون هي البيتا إي نسبة التكبير في الترانزستور. السؤال 29، ما الدور الذي يقوم به في فرق الجهد العالي في أنبوبة كولج؟ هو تعجيل الإلكترونات المنبعثة من الفتيلة. فرق الجهد عامة فيها وفي كل حاجة في الأنبوبة أو في جهاز التأثير الكهروضوئي برضو كان تعجيل الإلكترونات، وفي أشعة الكاثود نفس الكلام. رقم 30، المقصود بتيار الانسياب في الوصلة الثنائية، نقوله كده نركز عليه تاني بسرعة عشان في طلبة برضه لسه مش فاهمها. لو دي بلورة N ودي بلورة B، اللي بيحصل إن فينا إلكترونات فبتسيبها وتروح الاتجاه التاني، هنا بتعمل إلكترونات تبقى موجودة في البلورة اللي هي بتبقى أيونات، يعني بقى في البلورة B، والفجوات اللي بتبقى هنا بتروح المكان التاني ده وتعمل هنا فجوات موجبة في البلورة N. ده بيكون المنطقة الفاصلة أو القاحلة، وده اسمه تيار الانتشار. هو ايه تيار الانتشار؟ انتقال الكترونات البلورة N إلى البلورة B، والبلورة فجوات البلورة B إلى البلورة N. بيعمل لك ده مجال مغناطيسي، يبقى فينا أيونات سالبة وفينا أيونات موجبة. الأيونات السالبة والأيونات الموجبة دي لما انت بتيجي توصلها بيبقى في حاجة اسمها تيار بقى الانسياب، اللي هو ايه، عندك شحنات سالبة بتروح للمنطقة الموجبة، بس الشحنات السالبه اللي موجوده فين بقى؟ في البلوره الموجبه. فبتقول له الايونات الموجبه اللي موجوده في البلوره ان اللي هي الفجوات، والايونات السالبه عند البلوره بي اللي هي الالكترونات اللي كانت جات هنا هي اللي ترجع هناك، وده عكس تيار الانتشار. يعني بيكون اتجاه الايون السالب اللي هو هنا موجود ده بيروح من القطب من البلوره بي الموجبه الى البلوره ان السالبه، فده عكس اتجاه تيار الانتشار اللي احنا قلنا ان كان رايح من البدايه كده. ده كده هو تيار الانسياب في الوصله الثنائيه، تقول له بيحدث نتيجة المجال الداخلي اللي بيتكون ده في المنطقة الفاصلة عند موضع التلامس بين البلورتين، فبتنتقل الأيونات السالبة إلى البلورة N والأيونات الموجبة إلى البلورة B. عايز تزود في عكس اتجاه تيار الانتشار يبقى تمام. وظيفة فرشتاء الكربون في الدينامو هما اللي بيخرجوا التيار من الدينامو للدائرة الكهربية الخارجية. تستخدم دوائر الرنين في أجهزة الاستقبال اللاسلكي فقط. المصطلح العلمي ليكون اتجاه التيار المستحث في ملف بحيث عكس التيار المسبب له هي قاعدة لينز.
نيجي بقى لسؤال البوابة المنطقية، وهنا جايب لك بوابات مجهولة وعايزك تحسبها. السؤال ده وانا بكتب الاجابات في البداية ما فكرتش فيه عشان افكر فيه معاك، عشان اعرفك تحل فيه زي في الامتحان من غير ما تكون عارف الاجابة. نبدأ بالسهل. اول حاجة عندك هو جايب لك احتمالين موجودين من خلالهم هتقدر تجيب البوابتين دول عبارة عن ايه، وبعدين تكمل الجدول. نوت بتعكس، يعني جاي لك زيرو في النوت تبقى داخل زيرو يخرج منها واحد، يبقى دي جاي لها واحد. طب خرجت ايه؟ خرجت صفر. مين اللي بيجيله واحد ويخرج صفر؟ اند. يبقى انت كده من الاولانية عرفت ان هي اند. ايا بقى كانت التانية دي جايبة ايه؟ لا مش ايا كانت، المفروض في الحالة دي المفروض دي لازم تكون صفر، فيبقى دي لازم تكون صفر. هنا البي والسي الاتنين بصفار، واي بوابة دخل لها صفرين لازم تطلع صفرين، فانت كده مش هتعرف من الحالة الاولانية. نيجي للحالة التانية، ايه برضو بزيرو فدي بواحد وطلعت لك هنا واحد، معنى ان الاند طلعت واحد معنى كده ان لازم يكون جاي لها واحد، معنى كده ان دي لازم تكون واحد. طيب دي واحد وجاي لها من البي زيرو ومن السي واحد، دي زيرو ودي واحد وطلعت واحد، يبقى دي لازم تكون اور. زيرو وواحد وتطلع واحد يبقى لازم تكون اور، يبقى انت كده عرفت البوابتين عندك وبالتالي تقدر تكمل الجدول. طيب بقية الجدول بيقول ان في عندك واحد وصفرين، يبقى ده واحد وده صفر وده صفر، واحد يطلع هنا صفر، اند تطلعها صفر على طول من غير ما تكمل. طيب الحالة التانية ال A برضو بواحد فهتطلع هنا بصفر، تروح للاند برضو تطلع بصفر، يبقى لازم الحالتين دول بصفر من غير ما بقى تقعد تفكر في اللي تحت، طالما اند وصلها صفر يبقى هتطلع لك صفر على طول. نيجي للمسألة بقى التانية، والمسألة دي أصعب شوية لأن عندك تلات بوابات وجايب لك جدول كامل والمفروض أنت تستنتج بيه التلات بوابات دول إيه. عندك بوابتين نقط، نبدأ بالحالة الأولانية صفرين ومطلعين صفر. غالبا الحالة الأولانية دي مش هتبين لك أي حاجة لأن أنت خرج لك صفر، فأي حاجة بتطلع لك صفر فالزد مش هتعرفها، وعشان دي تطلع لك صفر فأنت مش عارف برضو، ممكن لو صفر واحد أو صفرين أنت متبقاش عارف دي عندك إيه، فخش في الحالة التانية عشان توفر وقت. لو الاي بواحد والبي بزيرو، اي بواحد والبي بزيرو، الواحد هيوصل للاكس بواحد، والواحد هيجي هنا عند النقط بواحد يخرج منها زيرو، الزيرو هيجي هنا زيرو، فأكيد دي 100% طلع لك هنا زيرو. طيب زيرو ده هيطلع هنا في النقط يخرج منها واحد، يبقى دي جاي لها واحد وواحد 100% هتطلع لك واحد، دي جالها صفر وواحد وطلعت لك واحد تبقى مين؟ تبقى اور، يبقى انت كده عرفت ان الزد هي اور. نيجي بقى للاختيار التاني بالعكس، صفر وواحد خلي ده هو اللي صفر وخلي ده هو اللي واحد، الصفر هيجي هنا بصفر والصفر هيجي هنا بصفر، يطلع من نط بواحد، واحد هنا يجي بواحد، اي حاجة لازم تطلع لك واحد. طيب الواحد ده يطلع كده ويطلع هنا بواحد، يطلع لك من نط زيرو، زيرو وزيرو لازم يطلع لك زيرو، يبقى دي برضه طلعت لك زيرو، وزيرو بتطلع زي ما هي زيرو، وواحد وواحد بتطلع واحد، فانت برضه معرفتش دول مين. يبقى نيجي للاختيار الاخير. طيب الاختيار الاخير بواحد وواحد، يبقى ده واحد يمشي هنا يجي لك واحد وينزل تحت واحد يطلع لك منها زيرو، هنا واحد تمشي للآخر يطلع لك واحد، وهنا تمشي وتطلع هنا نقط واحد يطلع منها بزيرو، يبقى انت جاي لك هنا زيرو، يبقى هنا جاي لك واحد وزيرو، هنا جاي لك زيرو وواحد، والزد طلع لك في الآخر منها زيرو. طيب عشان يطلع لك زيرو من اور فمعناها ان جاي لك زيرو من هنا وجاي لك زيرو من هنا، طيب ده زيرو وده زيرو، المفروض ده عشان يطلع لك من واحد وزيرو زيرو ومن واحد وزيرو زيرو، يبقى لازم دي تكون اند، لان اند مش بتطلع واحد الا لو الاتنين بيساوي واحد، فمعنى كده ان الاتنين دول في الحالتين بيساوي واحد. الاجابة دي جبناها منين؟ جبناها من الجدول ده وده بس، يعني مش شرط يجيب لك الجدول كامل. نيجي المسألة 35، وهي طول معانا كتير وحلينا زيها قبل كده فكرة بتاعتها، بس هنا جايب لك تلات حاجات، ملفين وسلك وعندك حالتين عشان تحسب كثافة الفويض فيهم. الحالة الأولانية زي ما هي قدامك في الرسم، والحالة التانية قال لك اعكس وجاب لك كثافة الفويض في الحالة الأولانية.
وما ادالكش لا تيارات ولا مسافات ولا اي حاجه، ولا باي ولا ميو ولا اي حاجه. فمعنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده انك الرقم ده بتجيب بدلاله الميو والاي والباي والدي والحاجات دي كلها مقدار من الحاله الاولانيه تعوض بيه في الحاله التانية، فتقدر تجيب كثافه الفيض. اتمنى انكم برضو توقفوا الفيديو قبل المساله دي، ولازم تحلوها اول وبعدين تيجوا تشوفوا الحل، لان المساله حلين زيها بالظبط قبل كده. طيب نيجي لكثافة الفيض في الحالة الأولانية، واللي هو مديلك القيمة بتاعتها جاهزة، اللي هي 10 سالب 6. الملفين في نفس الاتجاه فكثافة الفيض بتاعهم بتجمع، يبقى هنا البي ملف صغير هتجمع معاها بي ملف كبير، لأن ده بيلف كده في اليمين وده بيلف برضو يمين، فيبقى داخل وداخل. ده خارج فهيكون برضو المجال بتاعه داخل، يبقى السلك برضو هتجمعه معاهم، يبقى بي سلك تجمعه معاهم. البي الكلية بتساوي 10 أس سالب 6 تساوي البي الصغير. انت ممكن تاخد الميو على الاتنين برا، او خلينا خطوة خطوة وبعدين نبقى ناخد ميو ان، دي حلقات معدنية، فبالتالي الان بواحد، يبقى ميو في واحد عشان ما تنساش، في التيار بتاعها اي على نص القطر الصغير ار، يبقى 2 ار زائد التانية الميو زيها والان بواحد، والتيار برضو باي على نص القطر بتاعها 2 ار، فيبقى 2 في 2 ار زائد كثافة الفيض بتاع السلك ميو اي على 2 باي دي، والدي هنا 3 ار. تعال نحسبهم كده مع بعض، الميو اي ثابتة في الكل فطلعها بره عامل مشترك، وتحت هتلاقي 2 ار في الكل وطلعها بره برضو عامل مشترك، وتضرب في فوق كلهم بواحد وتحت، او خلينا خطوة خطوة، انت خدت هنا 2 ار فخليها 1 على 1 زائد خدت 2 ار يتبقى لك نص، هنا خدت 2 والار يتبقى لك 1 على 3 باي. الكلام ده ب10 أس سالب 6، الكلام ده 1.5 و1 على 3 باي، اعملهم على الآلة ونشوف هيطلع بكام. هيطلع لك ب53 على 33. فيبقى الميو اي على 2 ار من هنا بتساوي الرقم اللي قدامك 53 على 33، اقلبه في الناحية التانية يبقى 33 على 5 على 53 في 10 أس سالب 6. ده كده قيمة الميو اي على 2 ار. في الحالة التانية بقى لما تعكس انت السلك، تبقى كثافة الفيض في الحالة التانية بتساوي الملفين زي ما هما بتجمعهم، الأولاني زائد التاني، تطرح بقى منهم المجال بتاع السلك. البي الكلية دي اللي انت عايزها، فهتساوي البي بتاع السلك او الملف الصغيراني الصغير نفس الخطوات دي، ميو اي على 2 ار، وده ميو اي على 4 ار، او خليها 2 في 2 ار، ناقص الميو اي على 2 باي في 3 ار. نفس الفكرة، تاخد الميو اي بره والاتنين ار، هيتبقى لك 1.5 ناقص 1 على 3 باي، نفس الحالة دي بس انت عملتها بالسالب، يعني هيتبقى لك ميو اي على 2 ار. في نحسب المقدار ده بيساوي كام، كل اللي هتعمله بس انك تخلي الموجب سالب، فيطلع لك 46 على 33، يبقى المقدار ده 46 على 33. طيب انت عندك الميو اي على 2 ار بتساوي 33 على 53 في 10 أس سالب 6، اضربها في 46 على 33، ده يروح مع ده ويتبقى لك 46 على 53 او على التلاتة وخمسين، وتشوف الناتج هيطلع بكام، تسلا في الاخر. السؤال اللي بعد كده جايب ال V وال I، العلاقة اللي احنا عارفينها ان ال V بتساوي VB-IR، فالميل بيساوي سالب ال R. هنا عايز النسبة بين نص النسبة بين ال R الداخلية لل A وال B، فهي هتكون النسبة بين ميل ده وميل ده، وطبعا هي بالسالب، والميل المفروض انت بتاخد الزاوية المنفرجة فبيطلع لك بالسالب. يعني اللي انا عايز اقوله لك ان ال R A على ال R B المفروض تان ال A، المفروض ده عامل زاوية 30 يبقى بقية الزاوية 150، يبقى المفروض دي تان 150، الإجابة النموذجية يعني، لو انت عملتها تان 60 ماشي، والسالب هتروح مع السالب مش هتفرق، بس المفروض الصح 150. طيب ده الزاوية بتاعته هنا 60 يبقى بقيتها 120، يبقى المفروض ده تان 120. المفروض دي عشان يطلع لك، عشان تتأكد ان هي صح يعني، دي هتطلع لك بالسالب، يعني النسبة هتطلع ما بينهم تلت بس، تمام كده،
بس المفروض دي كانت سالب واحد ودي سالب تلاتة، فالسالب تروح مع السالب يتبقى لك تلت. بس ليه بنقول كده؟ لأن الميل بتاع الخط ده لازم يطلع لك سالب لأن هو سالب ار، فهي المفروض سالب واحد بسالب ار يبقى الار الأولى بواحد، وسالب تلاتة بسالب ار يعني سالب الار التانية بتلاتة، يبقى النسبة بينهم واحد إلى تلاتة، يعني الاختيار رقم بقى. بعد كده المصطلح العلمي شدة التيار المستمر اللي بيولد نفس القدرة اللي بيولدها التيار المتردد هي القيمة الفعالة، والمعامل الحاس المتبادل على طول يبقى الهنري. السؤال 38، شرط الحصول على طيف خطي مميز لعنصر مادة لعنصر ما في أنبوبة كوليدج. الحاجة اللي الناس بتنساها كتير، الحاجة الأولانية دي هي تطبيق فرق جهد عالي بين الفتيلة والهدف. طيب ليه؟ لما تفهم التانية هتبقى عارف، لأن المفروض الطيف المميز بيبقى نتيجة اصطدام أحد الإلكترونات المعجلة بإلكترون قريب من النواة بتاعت مادة الهدف. عشان الإلكترون يكون قريب من نواة مادة الهدف لازم تكون طاقته كبيرة، عشان طاقته تكون كبيرة لازم يكون فرق الجهد العالي اللي عمل له تعجيل يكون كبير. وده بيفكرنا بسؤال بيقول لك علل، قد لا يظهر أساسا الطيف الخط المميز للمادة. ليه؟ لأن الجهد الخارجي بيكون ضعيف، فالإلكترونات مش بتقدر أساسا توصل للإلكترونات القريبة من النواة. سؤال 39، الحالة اللي بيكون فيها أعلى ذرات المادة الفعالة في مستويات الإثارة أكبر من مستويات الدنيا هي حالة الإسكان المعكوس. بعد كده بيسألك على ظاهرة الحس الذاتي، وبيسأل في لحظة بس فتح المفتاح ليه بتتكون شرارة، واحنا شرحناها بتفصيل في امتحان قبل كده. نقولها بسرعة، ان لما بتفتح المفتاح بتتولد دفعة كهربائية مستحثة طردية وبتبقى كبيرة جدا، فكبيرة جدا تقدر تتغلب على مقاومة الهواء اللي ما بين طرفي المفتاح وتظهر على هيئة شرارة. طب كبيرة ليه؟ بسبب كبر عدد لفات الملف ده وكبر المعدل الزمني لانهيار التيار. احنا عارفين التيار بينهار اسرع مما بينمو. 41، عايز ترسم علاقة بين شدة التيار الكهربائي وشدة الإضاءة في حالة إن التردد أكبر من التردد الحرك، فأكيد بتكون علاقة طردية بزيادة شدة الإضاءة بتزداد شدة التيار الكهربائي بشرط إن التردد أكبر من التردد الحرك. السؤال 42، مسألة كيرشوف عادية مش هنضيع فيها وقت، هتحلها عليك مسألة كيرشوف. نيجي للسؤال 43، جايب أنبوبة أشعة الكاثود وبيقول لك الـ A ده بيعبر عن مين؟ هو الفتيلة، والـ B هي الشبكة. وظيفة ألواح X و Y قلنا بتحريك شعاع الإلكترونات رأسيا، ألواح Y اللي هي دي بتحركه رأسيا، ألواح أفقية بتحرك الشعاع ده رأسيا، والألواح الرأسية بتحركه أفقيا عشان يملأ الشاشة بالصورة كاملة. طيب بتستخدم في إيه الأنبوبة دي؟ بتستخدم في شاشات التلفزيون. الظاهرة اللي بعد كده ظاهرة كومبتون، اسمها إيه؟ ظاهرة كومبتون. عرفت منين؟ من شكلها اللي أنت عارفه، إن في إلكترون حر وبتسقط عليه فوتون، فوتون بيتشتت والإلكترون بيتشتت. الخاصية اللي بتثبتها الطبيعة الجسيمية للموجات أو للضوء. طيب ليه ده أو باستخدام إيه؟ باستخدام قانون بقاء كمية التحرك، وأثبتنا إن الشعاع الضوئي ده ليه كتلة وكمية تحرك نتيجة التصادم. هل بتزداد سرعة الإلكترون؟ أيوة بتزداد، لأنه اكتسب جزء من الطاقة، والطاقة بتاعت الإلكترون بتساوي نص ام في تربيع، فبما إنه اكتسب طاقة فالسرعة بتاعته هتزداد. نيجي بعد كده السؤال قبل الأخير، في هنا زنبرك مربوط في مغناطيس، المغناطيس ده بينزل وبيطلع حركة أفقية بسيطة، يعني بينزل وبعدين يطلع وهكذا، فعايز اتجاه التيار المستحث اللي هيتولد في الحلقة. معنى ان هو بينزل وبيطلع ان في الأول الـ N بتقرب وبعد كده الـ N بتبعد، والـ N بتقرب فانت بتولد مجال او بتولد قطب هنا عايزه يبعدها، يعني قطب شمالي، فبيبقى اتجاه التيار في الاتجاه ده كده. فلما تيجي تبعدها بعد كده فانت عايز تقربه فبتجيب له قطب جنوبي، فبتولد تيار في اتجاه عقارب الساعة. فالتيار في الجزء الاولاني بيبقى في اتجاه وفي الجزء التاني في اتجاه، يبقى لازم جزء موجب وجزء سالب. كل الرسومات مفيش فيها جزء موجب وسالب غير الرسمة رقم د. رقم 2، انت كل ما بتقرب كل ما الشدة بتزيد، فانت الشدة عندك برضو متغيرة وليست ثابتة نتيجة تقريب وتبعيد المغناطيس. السؤال 45 والسؤال الأخير، جاب علاقة بين فرق جهد وشدة التيار لسلكين، هنرسم العلاقة بين الفي على الرأسي والآي على الأفقي لكل من السلكين بنفس مقاس الرسم، يعني هي رسمة واحدة هترسم عليها خطين. هتوضح العلاقة الأولى بالحرف A والتانية بالحرف B، تمام. وبعد كده أما قال لك إن هما من نفس المادة، يعني الرو E بتاع الـ A هي هيها الرو E بتاع الـ B، ولهما نفس الطول يعني الـ L A هي هيها الـ L B، ولكن بيختلف القطر بتاعهم. استنتج مين أكبر سمك ولماذا؟ تعالى نرسم وبعدين نشوف. طبعا أول خطوة لازم تكتب على الرأس مين الفرق الجهد بالوحدة بتاعته الفولت، وعلى الأفقي شدة التيار بالأمبير. قراءات فرق الجهد عندك آخرها 2، فأنت تبدأ من 2 من 10 لغاية 2، والتيار آخره 1، فمن 1
من 10 لغاية الواحد. نرسم السلك ايه عند الاي بواحد او عند الاي بربع، يعني ما بين الاتنين والتلاتة، تطلع عند الفرق الجهد بخمسة من عشرة، يعني ما بين الاربعة والستة، يعني عند النقطة دي كده. وعند النص بتطلع لغاية الواحد، وعند الخمسة وسبعين من مية تطلع لغاية واحد ونص، وعند الواحد بتطلع لغاية الاتنين، وترسم الخط ده وتسميه الخط رقم واحد او السلك رقم واحد. بعد ما ترسمه سميه ايه. نيجي للسلك التاني، بيقول عند الاتنين من عشرة ستة من عشرة، وعند التلاتة تسعة، وعند الاربعة واحد واتنين، وعند الستة واحد وتمانية. النقط دي كلها كده ترسمها توصلها ببعضها، تلاقي برضو لازم تمر بنقطة الأصل، لأن ده قانون أم للدوائر المغلقة. كده انت رسمت الخط التاني وسميه بي. العلاقة ما بين الفي والآي بتساوي ايه؟ الفي بتساوي آي آر، ده الرأسي وده الأفقي، فالميل عندك بيعبر عن المقاومة. طيب استنتج من الرسم البياني ايهما أكبر سمكا ولماذا؟ المفروض انت لازم تحسب الميل بتاع كل واحد منهم عشان تعرف مين اكبر مقاومة، وتقارن ما بين المقاومة ونص القطر. انت عارف ان الار بتتناسب عكسي مع المساحة، فالاكبر سمكا هو الاقل ميل. فتعالى نحسب ميل ايه بيساوي، ناخد مثلا النقطة دي مع النقطة دي، تعمل الجدول بتاعك، يبقى الرأسي واحد وستة ناقص واحد على تمانية من عشرة ناقص خمسة من عشرة، يعني ستة من عشرة على تلاتة من عشرة، يعني يديلك اتنين. ده كده ميل الأولاني، يعني مقاومة الأولاني تعتبر أو مش تعتبر، بتساوي اتنين أوم. طيب مقاومة التاني بتساوي الميل بتاع التاني، بيساوي ممكن ناخد النقطة دي مع النقطة دي، فتقول له واحد واتنين ناقص ستة من عشرة على أربعة من عشرة ناقص اتنين من عشرة، يعني ستة من عشرة على اتنين من عشرة، يعني تلاتة أوم. يبقى مقاومة الـ A أكبر من مقاومة الـ B، معنى كده إن مساحة مقطع الـ A أقل من مساحة مقطع الـ B. يبقى الأكبر سمكا هو B، يبقى السلك B أكبر سمكا. ده كده امتحان بوكلت 16. أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي مع 17.